جلاش بيتزا اسهل طبق مقبلات نقدر نحطه على سفرة رمضان، مش هياخد مننا وقت. يلا نشوف الطريقة والخطوات. اول حاجة في صينية الجلاش بتاعتنا اللي هي الجلاش البيتزا، معانا كوبايتين جبنة موتزاريلا او اي نوع جبنة عندكم، زبدة، زيتون، فلفل الوان، وبصل، وبيضتين، وكوباية لبن، طبعا ملح وفلفل ده هنستخدمهم في الاخر. الصينية النهاردة كلها الوان وشكلها يبقى مبهج قوي. هناخد ورق الجلاش هنعمله بتكنيك المروحة كده، وهنبتدي نجيب صينية فيها زبدة من تحت وهنبتدي نرصهم وهم واقفين كده، يبقى بنفس التكنيك ده بالظبط. هنبتدي نخلص كل ورق الجلاش اللي معانا، اهم حاجة ان ورقة الجلاش تبقى بطول الصينية، ده هيساعدكم ويسهل عليكم كتير قوي. دلوقتي بعد ما خلصنا كل الكمية هنبتدي معانا كوباية زبدة سايحة، هنبتدي ننزل بيها شوية شوية بين الطبقات، المهم ان كل الاماكن تبقى متغطية. دلوقتي هدخلها في الفرن على حرارة 180 فوق وتحت، بس هتقعد 5 دقايق على ما نحضر الصوص اللي هنسقيها بيه. دلوقتي بعد ما خرجتها من الفرن بعد 7 دقايق تقريبا، اول ما نسمع صوت القرمشة ده على الجنب احنا كده جاهزين ان احنا نكمل في المرحلة الجاية. دلوقتي هبتدي اجهز الخليط، معايا بيضتين، هنزل بكوبايتين لبن، اي نوع لبن تفضلوه، وهبتدي اعمل لهم واسكن كده خفيف عشان اخلط كله مع بعضه. في المرحلة دي حابين تضيفوا ملح ضيفوا، مش حابين تضيفوا كده كده انا هضيف شوية مكونات ملحة، فبالنسبة لي لو ضفت ملح هتبقى الكمية تقيلة قوي. هبتدي اسقي الصينية كلها بالخليط بحيث ان كل مكان يبقى متغطي، وركزوا على الاطراف عشان دي بتبقى اكتر حاجة محتاجة تتسقي عشان هي اتخن مستوى في الصينية. في المرحلة دي هدخلها بس 5 دقايق الفرن لحد ما اجهز التوبنج اللي هحطه على الوش. دلوقتي خلاص بعد ما لونها قرب يبقى بني وتدخل على السوا، هبتدي بقى احط عليها اي حاجة عندي في البيت جاهزة. انا دلوقتي لقيت عندي قطعتين بانيه كانوا فاضلين من امبارح هحطهم عليها، وهبتدي اضيف شوية بصل متقطع، انا عندي كمان شوية فلفل الوان، شوية فلفل احمر، شوية زيتون اخضر اسود، واخر حاجة هحطها اي نوع جبنة، انا عندي شوية جبنة موتزاريلا كانوا فاضلين. دلوقتي اخر مرحلة في صينية الجلاش، هتدخل الفرن على 180 تحت وفوق. بعد ما طلعت من الفرن وخدت كله خد لون هنرصهم في طبق ونقدر نقدمهم مع اي صوص احنا بنحبه، مع بطاطس، مع شوربة.